مكتب السيد الحكيم يحتضن حشود المعزين لاستذكار مصائب الآل بالعزاء والوفاء. المجالس الحسينية ترفع أذان العزاء في عموم المحافظات العراقية، والقلوب المكتوية توحدها المصيبة المحمدية. احتجاجا على تكرار الاعتداء، منظمة التعاون الإسلامي تعلق صفة مبعوث السويدي لديها، والحشد الشعبي ينظم مسيرة استنكار لجرائم حرق القرآن في السويد والدنمارك. في الكوفة كان أمير، وللحسين سفير، وفي النهاية عند ابن مرجانة أسير. مسلم بن عقيل بطل من أبطال ثورة غيرت ملامح التاريخ عبر السنين. تهافت القوم عليه مبايعين، وفي الخفاء متخاذلين. تنصلوا عن المسؤولية ولم يكترثوا للقضية. لم يناصروا سفير الحسين وابتعدوا عن اليقين. بريق الدنانير خطف أبصارهم مثل كل زمان ومكان، وباعوا سيوفهم بشيء من الذلة والهوان. لم يعطوه الأمان، وحيدا ترك بلا معين، يقاتل بحشد طوعة وسيف باليمين. اعتقل مسلم في قصر الإمارة، استقدم، طلب الماء فارتوى بعطش الطفوف. دماء ثناياه منعته من الماء، من السطح إلى الحسين بعث السلام والنداء. ترجم بكلمات من حكم السماء، لمسات يتمن فوق رأس حميدة. قصة سبي ويتم كانت تراقب الرؤوس، عسى أن تجد رأس أبيها محمولا على الرماح. لم تجد حميدة نحرا تقبله، ولا يدا مقطوعة تضمها إلى صدرها، ولا خنصرا ولا دماء. يا حميدة لقد انقضى الأمر، يا حميدة إنك مسبية يتيمة. هكذا كتب القدر يا حميدة. أهلا بكم. يواصل مكتب السيد الحكيم ببغداد مجلس العزاء الحسيني في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام بحضور عدد من المسؤولين. اعتلى المنبر الحسيني الخطيب السيد أحسان الحكيم، وتناول الخطيب الحسيني الجوانب الإنسانية والمبادئ الإسلامية القيمة من ثورة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، واستمرار الصراع الأبدي بين معسكري الخير والشر. كما تطرق الخطيب إلى قضية انتظار قائم أهل البيت عليهم السلام الإمام الحج المنتظر، وما هي الواجبات التي تقع على عاتق المؤمن في زمن الغيبة والانتظار. كما تطرق إلى سيرة مسلم بن عقيل عليه السلام سفير الإمام الحسين عليه السلام. وجهة ترميه بالسهايا، وأخرى ترميه بالنبايا، وبينا هو يقاتلهم قتال الأبطال، قيل أنهم حفروا له حفيرة، وبينا مسلم يقاتل وإذا به سقط بتلك الحفيرة. أيوا مسلما،
طوع واقفة بباب الدار تنظر إلى مسلم، شافت مسلم سقطها على الأرض، صاحت يا مسلم يا عظامها خجلتي بيك، أريدك تئن وياي أنينها، صاحت يا مسلم يا عظام. فيما ألقى الردود الحسيني باسم الكربلائي قصائد حسينية مثلت جوانب من واقعة الطف الأليمة. يا حسين بأجواء حسينية عزائية إيمانية خالصة، أحيت الجموع المؤمنة في النجف الأشرف ذكرى فاجعة الطف الأليمة، حيث احتضن جامع الهندي جموعا غفيرة من المؤمنين الذين أحيوا الليلة الخامسة من محرم الحرام بالدموع والدعاء في مجلس عزاء أقامته أسرة الإمام الحكيم قدس سره. وذكر خطيب المنبر الحسيني تلك المآثر الخالدة لواقعة الطف وأثارها التي يستوحي منها المؤمنون صبرهم وصمودهم في مواجهة التحديات. طشت والدم خضاب رقية صيح يا ظنت بالطشيط زاد بجت وتكترت غا اجوا دنوه لو غاد وكشفوا عن حجابه رقيت وصلنا الوقت المصيبه لما عرفت زين صاحت بويا يا وكما جرت العادة السنوية قامت أسرة الإمام الحكيم قدس سره وفي مرقد شهيد المحراب في النجف الأشرف أقامت مجلس العزاء وإحياء للشعائر الحسينية. القائمون على مجلس العزاء الحسيني جددوا العهد مع الإمام الحسين عليه السلام وأظهروا صورة الالتزام التام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ويقام المجلس كل يوم في الساعة 5:30 مساء. بس من عندهم ثبات، ثبات على المبادئ على الدين، والله ان قطعتم يميني. العطش والماء في قصة واقعة الطف الأليمة وما جرى على عترة آل البيت عليهم السلام رمزية لم تنتهي، شيبة نجفية حسينية علوية تسقي الماء لزوار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف وتذكر بعطش الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. المزيد مع السجاد الخقاني. لعن الله من قتل الحق ولعن الله من حارب وإن حال الظالمين بينه وبين الماء لكن محبيه يسقون عطشه بدموع عيونهم، شيبة آلت على نفسها أن تكون حاضرة لتروي قلوب العاشقين للحسين عليه السلام في كل محرم.
ذكر السيدة رقية من الساحل، العطش العطش، تجي لعمها العباس يقول لها عم العطش أريد الماء العطش. هسه احنا واقفين ونقدم الماء واحنا هنا بأحلى مواقف بأحلى أجواء، ونشوف شوف السيدة زينب وين من تلقاها؟ هسه جاي رطبت، هسه طبت للعراق، من اللي تلقاها؟ تلقاها ماي، تلقاها لو تلقاها بضيم، راح تفقد اخوتها، تفقد الاطفال، 72 طفل وطفله راحوا من عندها. نداء النصرة يدوي في شوارع النجف الاشرف ملبيا لدعوة سيد الشهداء، ألا من ناصر ينصرنا. فطبول الحرب ومزامرها تقرع معلنة إلى الأبد الولاء والثبات. معروف النجف لكل أبناء العالم ولكل خدمة الإمام الحسين في العالم الإسلامي، يعتبر مدينة النجف الأشرف انطلاقة الخدمة الحسينية في العراق. من يعني أقدر أقول لك من قبل محرم بعشرة أيام هي تشوف الشوارع وتشوف الهيئات والمواكب لتحضير مجلس العزاء لسيد الشهداء. مظاهر الاستعداد لقرب العاشر من محرم الحرام اكتملت تحضيراتها لمراسيم الشعائر النجفية المتوارثة حول الحرم العلوي المطهر. اليوم كل إنسان عايف بيته وعايف شغله وعايف عمله وعايف أولاده وعايف مرته وعايف الدنيا كلها، وجاي لأجل هالقضية هاي، فدافع شيء خفي بس الله يعلم به. واحنا متعودين من أطفال احنا كنا نطلع ويا والدنا نشوف هالمجالس وهالتكيات، فتعودنا على هذا. عاشور ومحرم عندنا يعني كأنما أنت تزرع السنة كلها وهذا حصادك. وتعود ملحمة كربلاء من جديد حاملة معها مواقف ثورية ومبادئ إنسانية خطها الإمام الحسين عليه السلام، وسارت عليها أمم مؤمنة متعاقبة. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. للمزيد مشاهدينا نذهب إلى النجف الأشرف لينضم إلينا من هناك مباشرة مراسلنا سجاد الخاقاني. سجاد مرحبا بك وعظم الله لك الأجر. ضعنا في صورة العزاء الحسيني في النجف الأشرف وفي المدينة المقدسة، خصوصا المدينة القديمة طبعا والمواكب المعزية. نعم، تحية طيبة لكم مسلم وعظم الله لكم الأجر بهذه الليالي العظيمة، استشهاد عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. مدينة النجف الأشرف تمتاز بشعائر حسينية يعني تختص بها لاحتوائها على مراقد مقدسة ومواكب حسينية. هنا لو نتحدث عن عدد المواكب الحسينية هنا في مدينة النجف الأشرف بين مسجل في هيئة المواكب الحسينية وغير مسجل ما يقارب أكثر من 25 ألف موكب حسيني هنا، سواء كان في داخل المدينة القديمة أو في الأحياء والأقضية والنواحي. هذا من جانب. هنا يعني في النهار تبتدئ دخول المواكب الزنجيل الرانجلة صوب العتبة العلوية المقدسة، ولكثرة تنوع الطقوس والمراسيم في مدينة النجف الأشرف تستأنف هذه المواكب الحسينية بعد صلاتي المغرب والعشاء المشق، ويعني بعد يومين سوف تنطلق أيضا مواكب المشاعل وهي معروفة في مدينة النجف الأشرف، ولكن في هذه الأيام بعد صلاتي المغرب والعشاء تنطلق مواكب المشق وهي معروفة وتختص بها المحافظة. ولكن في هذه الأيام في هذه الليالي المباركة وللردات والقصائد التي تختص بالليالي، يوم أمس قرأت القصائد الحسينية على سفير الحسين مسلم بن عقيل عليه السلام، وهذه الليلة سوف تقرأ لأصحاب الحسين عليهم السلام في هذه الليلة. ونحن أيضا نتواجد هنا في أحدى أهم المواكب الحسينية في مدينة النجف الأشرف، تقرأ هذه الردات الحسينية إلى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، ما ميز وما عزز يعني هذه المواكب الحسينية هي اهتمامها بالقرآن الكريم، باعتبار أنه انتهاك لهذه الحرمة وحرمة المسلمين. قد رفعت هذه المصاحف الكريمة في كل المواكب الحسينية في مدينة النجف الأشرف، إضافة إلى هناك
مجاميع ومظاهرات يعني تندد وتستنكر هذه المواقف السلبية التي تنتهك حرمة هذه الفئة المسلمة. إضافة هناك فعاليات ونشاطات حسينية، مثلا يعني قبل يومين من هذا اليوم فرش يعني السجاد الأحمر في المدينة القديمة وتحديدا حول المحيط الخارجي للعتبة العلوية المقدسة بما يقارب 23,000 متر مربع، واستعدادا إلى يوم العاشر. زميلي مسلم، كل هذه يعني الشعائر والتي تختص بها المدينة استعدادا إلى اليوم الأعظم، إلى المصيبة الكبرى، ألا وهي استشهاد أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام صبيحة يوم العاشر. هذه المواكب الحسينية، المدينة القديمة تقطع عند الساعة 7 مساء، ويعني لكثرة الزائرين والوافدين لإحياء هذه المجالس الحسينية داخل المدينة القديمة. يقابل هذه المواكب الحسينية استنفار على جميع الأصعدة من الأجهزة الأمنية التي كثفت وعززت قواتها وأجندتها داخل المدينة القديمة لتأمين وسلامة المواكب الحسينية ولأي حالات طارئة. إضافة إلى هناك الكثير من المفارز الصحية التي وزعتها دائرة صحة النجف الأشرف، وأيضا يعني يرافق هذه يعني هذه الشعائر وهذه المواكب الحسينية خدمة من قبل بلدية النجف الأشرف، يعني زرعت يعني مركباتها وسياراتها داخل هذه المدينة لتكون المدينة بأنظف حل أمام الزائرين. هذه الصورة في مدينة النجف الأشرف. أما العتبة العلوية المقدسة لها مجالس خاصة تختص بها ليلا وبرامج إضافية أخرى، وإضافة هذه المجالس الحسينية في مدينة القديمة وفي الأغذية والنواحي. لو أخذكم بصورة هناك إلى مدينة الحيرة إلى المشقاط. نشكرك جزيل الشكر سجاد الخاقاني، حدثتنا مباشرة من النجف الأشرف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. المؤمنون من أتباع أهل البيت عليهم السلام في محافظة المثنى يحيون الليالي العشر الأولى من محرم الحرام بالمجالس الحسينية، فعاليات عزائية تشهدها المحافظة أحياء لذكرى عاشوراء. محمود قاسم لديه المزيد. بعد أن اتشحت جميع مدنها بالسواد، تنوعت فعاليات عاشوراء في المثنى ما بين مهرجانات وكلمات وعظ ومجالس عزاء. كون نحن قدوة لكل العالم، لا سيما بعد الحادثة النكراء قضية المصحف الشريف. اليوم يجب أن نعكس النظرة الإيجابية بأن أتباع محمد وآل محمد وأتباع الحسين هم أهل القرآن. سوف نستمر إن شاء الله في كل مكان، في البيوتات، في الطرقات، مواكب الزنجيل، هذه كل هي من أجل نصرة الإمام الحسين، من أجل الوقوف مع ظلامة الإمام الحسين. الحاضرون استذكروا حجم التضحية لسيد الشهداء وممن سار على نهجه من شهداء العقيدة والوطن، وقدموا أنفسهم أمام أعتى هجمة عرف تاريخ الحديث. نحن نستمد هذا الطريق في المواجهة والصعوبات والتحديات والمؤامرات والدسائس، نأخذ الصبر والعزيمة والقوة من ثورة الإمام الحسين. فإذا أردنا أن ننتصر، رسالتي العالم أجمع، رسالتي ليس للشيعة فقط، لكل العالم، إذا أردتم أن تنتصروا في معركتكم الحياتية بمواجهة الشر أينما كان الشر وأي رداء ارتدى الشر، فعليكم التمسك بقضية الحسين بكل عنفوانها. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها المحافظة تجسد واقعة الطف الأليمة. من المثنى محمود قاسم، الفرات. علقت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لديها المنظمة، احتجاجا على انتهاك حرمة القرآن الكريم والاعتداء على أراضيها. وذكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها أن أمينها العام حسين إبراهيم طه أبلغ هذا القرار ضمن رسالة وجهها إلى وزير الخارجية السويد توبياس يلستروم، فيما أدان طه بأشد العبارات إقدام مجموعة متطرفة على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مرحبة بما اتخذته عدد من الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية.
نظم الحشد الشعبي في محافظة كركوك مسيرة حسينية استذكارا لثورة الإمام الحسين عليه السلام، فيما عبروا خلال المسيرة عن استنكارهم واحتجاجهم على تكرار حوادث التعدي على حرمة القرآن الكريم في السويد والدنمارك. المزيد في تقرير سيف الله اليونس. القرآن دستورنا واحترام الأديان السماوية أخلاقنا، رسالة بالغة قدمها أبناء الحشد الشعبي في كركوك، فانطلقوا من حسينيتهم حاملين المصاحف مؤكدين علو كلمة الله وآياته. الدرس رسالة سلام إلى العالم ورسالة تضامن مع القرآن، لأن كل ما لدينا هو من القرآن. اليوم هذا الكرنفال العظيم وهذا المسيرة باشتراك لواء 63 مع حسينية شهداء الحشد الشعبي في محافظة كركوك لإحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام ونصرة للقرآن الكريم، كما أن القرآن الكريم أوصى به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتواتر عند جميع المسلمين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي أبدا. فيجب على جميع المسلمين نصرة القرآن الكريم ونصرة أهل البيت، لأنه البقية الباقية من تراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بموكب الأحزان واستذكار خروج الإمام الحسين من المدينة إلى كربلاء طالبا الإصلاح في أمة جده، خرج أبناء كركوك طالبين الابتعاد عن انتهاك حرمة الإسلام وكتابه الأقدس القرآن الكريم. العزيم ورب إمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام الأوسط السيد سستاني دام ظله ورفعته، هذا المصاب مصاب الأليم مصاب أبو عبد الله الحسين، كل سنة نجدد والبايع ونعاهد أبو عبد الله الحسين وصاحب العصر والزمان، وأيضا نستنكر وبشدة كنحن مسلمين وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حرق القرآن، لأن القرآن يمثلنا دستورنا. رد أبناء كركوك على المتجاوزين بكلمات استنبطت من ثورة الحسين ورسالة الإسلام هي السلام. استذكارا لذكرى استشهاد الإمام الحسين إحياء لعشرة محرم عاشوراء، الحشد الشعبي من كركوك يستنكر حرق القرآن الكريم. قرآننا دستورنا. من كركوك سيف الله اليونس، قناة الفرات الفضائية. للمزيد مشاهدين ينضم معنا من الديوانية مراسل الفرات ليث صلاح. ليث مرحبا بك، حدثني ليث عن الغضب الشعبي في المحافظة إثر عملية تكرار حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك أيضا، ما هي التداعيات التي تركتها هذه الجرائم في قلوب المؤمنين في المحافظة؟ نعم مسلم، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام وأخيه قمر العشيرة بالفضل العباس عليه السلام. طبعا الأجواء هنا أجواء عاشورائية بامتياز، هناك غضب شعبي من خلال مواقف صريحة وواضحة برفض الأفعال الإجرامية التي استهدفت وتستهدف العقيدة وهوية المسلمين وفي مقدمتها القرآن الكريم، بالتالي هناك رفض للسلوكيات المخالفة لسلوكيات القانون الدولي القاضي بعدم إزراء المعتقدات، وبالتالي أيضا عدم الإساءة والتجاوز على الأديان والطوائف والمذاهب. هناك غضب شعبي واسع، هناك احتجاجات واسعة من قبل أهالي الديوانية لرفض هذه الأفعال الإجرامية واستنكارها والتنديد بها من خلال المسيرات العزائية التي تخرج يوميا من خلال آلاف المواكب المتواجدة هنا في عموم محافظة الديوانية، وبالتالي هناك رفض واستنكار وشجب وتنديد بهذه الأفعال الإجرامية التي قام بها شخص معتل عقليا، وبالتالي الأنكى من هذا هو تصرف الحكومات الأوروبية مملكة السويد والدنمارك بالسماح لهذا الشخص بالتعدي على مقدسات المسلمين وهوية المسلمين القرآن الكريم والدستور المسلمين ومصدر علوم أهل البيت. بالتالي هؤلاء المعزون من خلال المسيرات العزائية ومن خلال إحياء الشعار الحسينية يستنكرون ويدونون ويجبون هذه التصرفات التي تسيء إلى معتقدات المسلمين. نعم مسلم، جزيل الشكر. مراسلنا ليث صلاح حدثتنا مباشرة من الديوانية، شكرا جزيلا لك.
في ولاية بوسطن الأمريكية قام محبو أهل البيت عليهم السلام مجلس العزاء الحسيني استذكارا لواقعة الطف الأليمة وعلى مدار عشرة أيام. انا اشوف انك جارب انا اشوف انك جارب كارس الدنيا عمر حتى سمك القمع كارس الدنيا عمر حتى سمك القمع عيلك موقف عالنهار حتى سمك القمع عيلك موقف عالنهار حتى سمك القمع حيلي الشعب يا ابن يا رب يا كلب راسك اليم قطمور راسك انت أما في أستراليا فيواصل المؤمنون إقامة مجالس العزاء لإحياء مصابي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث تلقى هناك المحاضرات الدينية باللغتين العربية والإنجليزية فضلا عن قراءة القصائد الحسينية. اجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات الحاضرات إلك جمرة الزمن ما يض جمرة أحزانك يا شهر الفاجعة جمرة أحزانك يا شهر الفاجعة تسعر بقلب الودي عالشافعة تسعر بقلب الودي عالشافعة من دمى يهل الموالي مدمعة من دمى يهل الموالي مدمعة عطفوف شمايم. في ختام نشرة محرم نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.